حسب الوثائق التي وزعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن النظام الديني في إيران كثف في العشر سنوات الأخيرة من استثماراته لإنتاج الطائرات المسيرة عن بعد. الاستثمار يشرف عليه الحرس الثوري الإيراني وذراعه فيلق القدس المصنفان ضمن التنظيمات الإرهابية. صناعة وتطوير وتصميم الطائرات المسيرة لأغراض عسكرية تشرف عليها ثمان هيئات صناعية في 15 موقعاً، أهمها مثلما تبين هذه الصور الفضائية موقع غضنفر ركنبادي في ضواحي العاصمة طهران، والمعلومات التي تحتويها الوثائق المنشورة تشير إلى هيئة تسمى قوات الفضاء تابعة للحرس الثوري تشرف على برنامج الطائرات المسيرة اعتماداً على أدوات وتكنولوجيات تم تهريبها من الصين بالرغم من العقوبات المفروضة على إيران. حاليا هناك اهتمام كبير ببرنامج السلاح النووي الإيراني وبعض برامج الصواريخ، بينما الاهتمام قليل ببرنامج إيران الخاص بالطائرات المسيرة، وهو برنامج خطير أيضا. النظام الإيراني يعلم أن العالم لا يركز على الطائرات المسيرة، لذلك يقوم بتطويرها. في ضواحي العاصمة طهران أيضا مواقع سرية لصناعة الطائرات الحربية المسيرة عن بعد لأغراض إرهابية وعدائية، فحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هناك منشأة قرب مطار الخميني الدولي تعد إلى جانب موقع الصناعات الخاصة بالطيران الحربي لفيلق القدس من المنشآت المثيرة للقلق. وتؤكد الوثائق التي نشرها معارضون إيرانيون أن الطائرات المسيرة شرع في استخدامها منذ سنوات في اليمن وسوريا والعراق فيما يحوز حزب الله اللبناني المصنف في قائمة الإرهاب على طائرات مسيرة من نوع مهاجر 4. نعم، حاليا النظام الإيراني يمد حركة حماس والجهاد بالطائرات المسيرة في غزة، استعملوها منذ عدة سنوات وفي الآونة الأخيرة أيضا. النظام الإيراني يمد الجهات الموالية إليه بهذه الطائرات في كل مكان. وتشير المعارضة الإيرانية إلى أن برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية الذي يبنيه النظام في طهران أصبح يشكل خطراً على الأمن في المنطقة، وأن اختيار إبراهيم رئيسي رئيساً للبلاد سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على المنطقة جراء صناعة وتوريد هذه الطائرات. المعارضة الإيرانية تكشف جانباً آخر من الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على أمن المنطقة برمتها. الطائرات المسيرة عن بعد بمختلف أشكالها وأحجامها وقوتها وذرواتها، الخطوة قد تدفع بالمجموعة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى ضرورة مراجعة العقوبات وكذلك المجالات التي تغطيها مستقبلاً. خليل بن طويل، الحرة، واشنطن.